صباح المحبة والوئام، صباح الخير يا وطن. ضيوف حلقتنا اليوم هما فنانين، وكل فنان له لون مختلف عن الآخر. معنا اليوم فنان جواد شاكر والفنان هشام بلالي برفقة الشاب سعيد اللي كينتمي من العائلة قناوية. مرحبا بكم، صباح الخير عليكم، وكنشكركم بزاف داك العاده اللي تلبية دائما الدعوه ديال قناه المواطن. تبارك الله عليكم. فحال اتفقنا اليوم احتراما طبعا سيدي جواد التراث القناوي ديالنا، البلد الام. دائما المغرب، اي حاجه في المغرب هي الاولى. غادي نبداو بالفنان، او اقول بالنسبه لي شخصيه المعلم هشام البلالي. شفناك اليوم سيدي هشام في الهواء الطلق في الفيسبوك على حفلة سهرة، وكانت سهرة جميلة بالنسبة شخصيا. كان ظنيك جواد في السهرة الأخيرة اللي عملها للهواء الطلق، كانت سهرة جميلة جدا، لأنه حتى تناسق كان كبير، موسيقى في الموسيقى والأداء ما بين مختلف جنسيات. تفسرنا هذه الوضعية هذه، وفين كانت الحفلة باش يفهموا المشاهدين. السلام عليكم، صباح الخير، صباح النور عليك تانتي يا لاله. صباح الخير والربح. بزاف كنفرحوا ملي كنستضفوا معك في هذا البرنامج. هذا شرف القناه يستضف فنانات كبار. قري الماط انا. كنشرفوا. زيدي مرحبا بيان ان شاء الله. هذيك السهره كانت فاتح ماي، درناها في انيسانس، وكان فيها الجروب ديال زوغري ستار اللي كنلعب معاهم انايا، وكنديروا يعني موسيقى قناويه مختلطه ببلوز، جاز، ريغي، فانك، بزاف ديال لي ستيل اللي كنشوفوهم يعني في الموسيقى العالميه. وتقناوي تمشي غريب عليها هادشي، يعني هادشي يعني الحمد لله كنشوفوه ديما في فيستيفال تصويره، كنشوفوه في فيستيفالات في العالم. الموسيقى القناوية يعني كتندمج مع جميع الموسيقات، وكان حفل زوين، وكنا فرحانين بعد ما كنا في المغرب نيت في جاز كازابلانكا، وهادشي كيشرفنا وكيشرف المغرب وكيشرف كاع الناس اللي كيبغيو هاد الفن. اكيد تبارك الله عليك. تبارك الله على سيدي جواد، صباح الخير والرباح. انا كنشوف تبارك الله الفنانه دابا الا عملتوا شي غلط وخا نجي جبدكم الشعر ما كاين والو. هذا هو المشكل ديالي انا اليوم اللي ماشي على وضو جيتي من سيدي جواد. اخيرا كذلك شفناك مع في البوم، في اغنيه سينجل بعنوان الله يكمل بالخير على الجميع، وعواشرنا مبروكه على جميع المسلمين. امين امين امين، خلونا الصحه والسلامه والرزق والهنا والاجر ان شاء الله، ويشمل السلم والسلام في الجميع عند الكل. الاغنيه كانت من كلمات والحان، كانت كلمات والحان الكاتبه والملحنه الشابه من مدينه اكادير بشرى نايت القاضي. هي كاتبة ملحنة شابة تبارك الله عليها، عندها طموح، لحنت بزاف الفنانة مغاربة وخليجيين. كان يعني كان واحد التعامل يعني مع الشباب كان زوين، حتى المسيرة، حتى اللي دار الارونجمون صلاح ذا ماجيك، حتى هو تبارك الله اللي كيشتغل بزاف مع الجروب تيو تيو، عمل بزاف ديال الانتاجات. هو الميكساج كان ديال الفنان ابدر، والماسترينغ كان ديال رزاق اللي معروف ماسترينغ، عايش في امريكا كيشتغل مع كاع الفنانين اللي موجودين حاليا في الساحه. ودابا حاليا خرجتيها للمشاهدين كيسمعوا، خرجتيها في اليوتيوب. فعلا كاينه في اليوتيوب وكتدوز في بزاف ديال القنوات وفي موجات ديال لي راديو في المغرب. ما شاء الله، نقدروا نسمعوا الاغنيه؟ طبيعه الحال كتيها عند بعنوان الله يكمل بالخير. الله يكمل بالخير. ناري زينها خطر، نقلب فيها تحتار، هي اللي غنختار، هي اللي غندي، نشوفها بنت الناس، كل شي عندها بالقياس، بنت زوينة وكلاس، غير هلا ما عندي. ناري زينها خطر، القلب فيها تحتار، هي اللي غنختار، هي اللي غندي، نشوفها بنت الناس، كل شي عندها بالقياس،
بنت زوينة وكلاس غير هنا ما عندي الله يكمل بالخير ديني أنا وياك الله يكمل بالخير غادي نكمل معاك الله يكمل بالخير بيني غندير معاها الدار وحياتي نبنيها حب وليدات صغار كل شي شبهوا ليها ياخدوا قلبها لحنين زينها ورزانتها بنتي تاخد الزين ولدي شخصيتها غندير معاها الدار وحياتي نبنيها حب وليدات صغار كل شي شبهوا ليها ياخدوا قلبها لحنين زينها ورزانتها بنتي تاخد الزين والدي شخصيتها الله يكمل بالخير بيني أنا وياك الله يكمل بالخير غادي نكمل معاك الله يكمل بالخير بيني أنا وياك الله يكمل بالخير غادي نكمل معاك مبروك علينا بالخير يكمل لينا مبروك علينا لحبابي prenez le temps libre, c'est un temps pour vous. Dansez, faire ce que vous voulez. Allah yakmel bel khair. Loula, loula, واش هذا ميساج انك تطلب المواصفات ديال الزوجه ديال فيتور فام دو مسيو جواد شاكر دي فاصون انديريكت ولا هذا ميساج لكاع ديال الرجال العام الجاي القوا غادي نحضروا في عرسك ياك هذا ميساج كيعمل الطلب ياك طلب ديال العروسه كيفاش هي الشروط ديالها هي انا عملت راسي في بلاصه اي رجل واي شاب اي شابه كيفاش كتحلم وكيفاش هو كيحلم شنو غادي يكون وهي تا كيعجبها كيفاش هي تشوف راسها في عين داك الشخص اللي حتى هي بغاتو حتى هي اخترته يعني حاولت نعمل شي حاجه فواحد نطاق عائلي ونطاق محترم وفي نفس الوقت كانوا بزاف هذه النقطه هذه كلمه الله يكمل بالخير لان الاغنيه كلها كنتمنى ايضا المشاهدين يشوفوا الكليب ديال الله يكمل بالخير ديال الفنان جواد شاكر لان فيها واحد المجموعه مختلف الجنسيات اللي كلمه الله يكمل بالخير كتردد على جميع الناس واخا اللي ما كيتكلموش العربيه يعني رجعت بحال امو دو باس فوالا لان احنا مثلا كنجيو مع بعضياتنا مع عائلتنا كتقول الله يكمل بالخير الله انا حاولت استعمل وصلتيها لمختلف الجنسيات والناس اللي كيتكلموا بجميع انواع لغات مختلفه غادي نهضر على شعبانه ياك يا جواد ياك شعبانه رمضانه ورجبانه التحضيرات ديال رمضان كيفاش كتكون شنو رايكم اعطيكم الكلمه لكم جوج بالنسبه لي بصفه عامه التحضيرات الا هضرت نقدر نهضر على الطقوس القناويه لان كنعرف فيها اكثر الطقوس القناويه يعني في هذا شعبان كنحضروا بزاف ديال الليلات اللي كنسميوهم دردبه دردبه تيكون فيها سبع ايام سبع ايام يعني نقردات دابا مابقاش هاد سبع ايام كدس قليل الناس اللي كيديروا داك الشيء ومن بعد كاينه واحد ليله سيدنا بلال اللي سيدنا بلال كتكون فيها ثلاث ايام يومين ثلاث ايام قرب الميكرو شويه باش يسمع المشاهدين اليومين ثلاث ايام كتكون فيها يعني في شعبان كنشوفوا بزاف ديال الليلات اللي كيديروهم معلمين
يعني معلم اللي من القناوه كيديروا الليلات معلم ولا المقدمات حتى هما المقدمات حتى هما ولكن الاغلبيه في شعبان تيديروا المعلمين المعلمين لانهم هذيك كتسمى الليله ديال المعلم ديما حنا تنقولوا واحد الليله ديال المعلم كيديرها في شعبان وكيعرض على المعلمين من انحاء المغرب يعني وكيجيو قناوه اللي ما كيتشوفوش يعني مده عام ولا هذا لان قبل ما كانوش دي فيستيفال دابا اللي كنشوفو فيهم مواسم يعني اغلبيه كان في شعبان كيتشافوا المعلمين وكيعرضوا شي على شي باش كيصلوا الرحيم وكيديروا واحد الليلات اللي هما كيكونوا يعني كيتجبدوا فيهم بزاف ديال الطروحه اللي ما كيتجبدوش في العام كامل ويعني هذاك الشيء باش كيبقى يعني محتفظ كنقولوا التخت التخت ديال تقناوت يعني ملي تيتجمعوا المعلمين وكيتجمعوا الصنايعيه ديال القناوه كيكون بزاف ديال الحوايج ورجعوني لفوسط الجاليه ورجعوا الشعبانه في وسط الجاليه واش هذا الشيء هذا اللي كيكون في المغرب المعلمين جابوه لهنا ايوا ما قدرناش باقي لحد الان الصراحه ما قدرناش نجيبوا داك الشيء كامل لان ما حنا ما نقدروش نديروا داك الشيء اللي في المغرب 100% نقدروا نديروا شويه كيف يعني انا جيت لهنا جبرت بزاف ديال المعلمين كيديروا هذا الشيء طبعا وحاولنا حنا نحافظوا على هذا الشيء يعني منذ مده 2007 لدابا الحمد لله يعني شاركنا بزاف ديال الليلات ونظمنا بزاف ديال الليلات درناهم وحتى هذا العام عندنا ليله نيت كيف درناها في المولد النبوي كنديروها في شعبان باش نحافظوا حنا على هذا الشيء ديالنا وفي نفس الوقت كنريحوا به تنفسنا لان داك الشيء منا فينا دابا الا قلت لك رجعنا بحال في المغرب اي تراث واي فن عندهم دراسه كاينه ولا لا بصفه عامه فدائما كنرجعوا عندنا قدوه مثلا الا سولت جواد شاكر نقول له شنو هي المدرسه اللي انت متاثر بها اكثر لا بدا غيكون ميول او جوج حاجه فهما بحال دابا تقناويت انا الا مشيت للمغرب نقول لك المعلميه والمقدميه وداك الشيء اللي تما غتقول لي الراجل الكبير الفلان هذاك معلم مدرسه الا جينا مثلا بلجيكا ما نهضرش على جينيراسيون ديال هشام وديالكم وديال حمد سعيد وهادي حنا ماشينا على الناس الكبار واش كاين شي ناس هنا عندنا اجي في بلجيكا اللي كيمثلوا كمدرسه ديال تقناويت واش طلعت مع طلع شي ناس من الناس الكبار ايوا باحترامي واحد المعلم كبير معروف يعني في الصعيد العالمي ديال تقناويت هو المعلم عبد الواحد ستيتو معلم هذاك لا يعلى عليه انسان عندنا في هذه الارض كاين موجود ماشي ما موجودش ولكن يعني كمدرسه ديالكم كلكم يعني بصراحه قلنا كامل بكل صراحه الا كنا في شي ليله ولا كنا في شي موسم ولا شي حاجه وحضر هو يعني كيحضر لنا السامبول ديال يعني ديال تقناويت في المغرب حيت هو من مدينه انت مدينه فاس انا مدينه فاس هو انا من مدينه طنجه هو المعلم ديالنا دابا اللي ضرب دائما هو ما شاء الله لا ديما يعني هذيك مدرسه داك السيد ديال الشمال معروف يعني اللي عندهم في السوق ماشي في بارود هو من المصله هو من المصلى ولده هو المعلم رضا هو المعلم رضا كاين واحد اللي كاين موجود في طنجه حدا القصبه كاين واحد البلاصه كاين بو الخير دار قناوه دار قناوه هذاك حتى هذاك المعلم كاين موجود كاين بزاف ديال المعلمين في طنجه ولكن يعني استاذه كريمه قالت لك يعني شكون يعني واحد الانسان اللي مدرسه انا نقول لك جورج واصف فوالا فهمنا بحال جورج واصف تقناويت عندنا بحال الشكل ديال معلم عبد الواحد الله يطول له في عمره في هذه العواش ان شاء الله يخلي ربي معنا تيحضر معنا دائما في كل شعبانه وفي كل مواسم ورجل طيب دائما كملنا على الموضوع ديال ايوا هادشي اللي كاين يعني في شعبان يعني كنحاولوا حنا الخلف ديال هذوك الناس اللي جبتي هذه القدوه ديال هذا السيد هذا الهرم يعني حنا الناس اللي من بعد منهم كنحاولوا حنا في هذه الارض منين جينا كنحاولوا نبقاو في ديك الطقوس ديالنا والتقاليد ديالنا والعادات ديالنا ما نساوهاش وكنحاولوا حنا كل عام نديروا ليله ولا نديروا جوج في شعبان وفي الميلود باش منها كنتجمعوا منها كنحيوا داك الشيء ديالنا ومنها عاود حتى الناس ملي كيشوفوا هادشي هنا كيعجبهم الحال وكيساهموا معنا الحمد لله صراحه ما كنخسروا والو كنربحوا يعني كنربحوا كنشوفوا ناس وكنفرحوا حتى حنا ملي كنديروا داكشي ونيت كاين نهار 19 ان شاء الله واحد الليله غادي تكون في نواحي ديال مولمبيك غادي تكون على الفيسبوك ان شاء الله
الاشهار ديالها الاشهار ديالها باش الا كانوا الناس بغاو يجيو مرحبا نهار 19 19 في 19 في ان شاء الله غادي تعملوا لا بيبيسيتي غادي يكون اللي مكلف بهذه الليله هو المعلم دريس الفيلالي معلم تحيه كبيره للمعلم دريس الفيلالي وغادي يكون انا حاضر ان شاء الله ويكونوا كاع القناوه ديال طبعا وهذا كيعرض هذا ولما كتجمع بعضياتكم الحمد لله تكناويت كتجمعكم هذاك هو كاع الاهم في هذا الشيء ما شاء الله ما شاء الله وحنا تابعينكم بهلا اختكم وشكرا لكم اكيد واد يا والله الله يكمل بالخير امين سيدي جواد النظره ديالك الله يكمل بالخير وانا هذا ديالك النظرة ديالك في التحضيرات ديال رمضان واش الصراحة يعني بالنسبة كيف ما هضر السي هشام بالنسبة مثلا الفنون بحال دابا القناوة هاد المسائل يعني الدقة المراكشية الطرب الأندلسي الملحون هو كفن يعني بحال نقولوا كوليكتيف جماعي يعني كيكون فيه حلاوته هو ملي كيكونوا الناس مجموعين على هذا الشيء كي هما كيتسهل عليهم يتجمعوا ويعملوا هذه المسائل هذا وملي كيتجمعوا عاد كتبان داك الحلاوه ديالو وداك لو شارم ديالو كيفاش كاين بالنسبه مثلا ك يعني فنانه يعني في لستي بحال دابا ديالي وهذاك من غير انهم يتجمعوا مع عائلتهم وهذاك صعيب يتجمعوا يعني كفنانه من غير بعد مثلا الا هما كيعملوا شي حوايج بحال هذا وحنا كنا نتحنا طبعا كنكونوا حنا الولا اللي كنحضروا معاهم لان هما اللي كيساهموا باش يجمعوا شملنا يعني لان هما في حدك الفرقه لان هما فرقه حنايا واحد واحد ماشي بحال فرقه هما بهم كيبقى داك التراث انا كنقول لك جامع يعني كقناوه ولا دقه مراكشيه ولا عساوه ولا يعني هذا ولا مثلا اي حاجه كتنفذ مع باش ما كتكون حتى يكونوا مجموعه ديال الناس هما اللي كيساهموا في التراث انه دائما يبقى طبعا كتلقانا الفنانين كاملين في الليله جالسين مجموعين كتجمعوا شملنا وكلمه وحده كنصليو على النبي كاملين بينا وداك الشيء داك اللمه هذيك راه ما كنعرفوا قيمتها حتى كنجيو لهاد البلاد وكنتغربوا باش كنجمعوا راه سي ديفيسيل باش تجمع الجاليه مع بعضياتها في سهره وحده وغاس انت قناويت غاس هذا التراث هذا اللي كيجمعنا كاملين راه حتى وصلنا لهاد البلاد هذه الغربه عاد عرفنا قيمه اللمه شنو هي كاينه ولا لا جواد اغنيه الفنان معلم انا عندي المعلم هشام بلال اللي غتقدم لنا اليوم غيسمعوها المشاهدين كاينه اغنيه ديال الحرم حرم يا رسول الله حرم يا رسول الله عندنا بواحد الحله بواحد الحله اسمها هشام بلال بدلت الميزان بدلتي داكشي اكسكلوزيفيتي هشام بلال هادي انا كنقول لك فنانه دابا انا ديما كنطلق من مقدمه برنامج وكندخل في مقدمه برنامج في الدومين ديالك هذا هو اهم حاجه الله يكمل بالخير نسمعوا الحرم يا رسول الله بصوت واداء المعلم هشام بلال ما تبقى قريت في اللازم يبلس غرني بهواه
سلام. ندير فيزيون زوينه 4-4 هذا هشام بلالي صافي خديتي الكلام وسافرتي به ومشيتي به انت وياه بتقناوي ديالك ما نعرف فين وصلتي وراك عملتيها عالميه لينا. اول مره غتخرج الحر مع عالميه وياك ولا لا فعلا انا كنزيد فيها شكرا لا لا ماشي عمري ما رشيت الورد على شي واحد كيعرفوني صريحه بزاف ان الحرم هي من التراث وغنيناها في جميع المناطق المغربيه وكل واحد باش كيغنيها يعني كاين الحرم وجديه كاين الحرم فاسيه كاين الحرم شماليه وزيدوا زيدوا زيد والحرم راه هي ما كتسالش احنا كنعملوا غير بعد الابيات ديالها طويله بزاف فيها شي هكذا 90 ولا شنو 100 ولا هذه ما عنديش عليها فكره بالضبط الوغ انت خديتي الكلمات بوحدهم وسافرتي بها للعالميه اولا لا ايوا ضروري باش يسمعها العالم لا هذه طريقه خطيره وذكيه صلى الله عليه وسلم هذه الاغنيه شنو كتشوف فيها شنو كتشوف فيها كانت كفنان واش كتحس ملي كتكون الاغنيه صراحه كي قلتي الحاجه العالميه لان باش ما يبقاش القناوي اصلا محدود هذه بحال واحد رساله كنقولها للقناوه كاملين تنقول لهم ما تحدوش تنقول لهم ما تحدوش وما توقفوش لان انا عشت مع بزاف ديال القناوه وصحابي وكنعرفهم وعندهم اصوات اللي يضوبلوني على عشرات المرات يعني عندهم اصوات زوينه عندهم افكار زوينه عندهم لعب في القنبري زوين ولكن محدودين في تقناويت تقناويت تعلمناها وعرفناها وعرفنا الطقوس ديالها وعرفنا كلشي ديالها ولكن ما نبقاوش محدودين غير في الليله وفي تقناويت بوحديتها نقدروا نغنيو تقناويت في جميع بجميع الالات وبجميع لي ستيل وبجميع كلشي نقدروا نوصلوا تقناويت نزيدوا بها اكثر كيف يعني تقناويت غنوها الشرق غنوها الغرب غنوها ليزازياتيك غنوها كلشي العالم كامل غنى تقناويت الراي غنى تقناويت الشعبي غنوا تقناويت الاندلسي غنوا تقناويت كلشي من الملحون فيه القناوي خرجوا كلمه من العساوي فيه القناوي من اي حاجه تغنى تقناوي علاش القناوي ما يغنيش كلشي طبعا هذه الرساله اللي كنبغي نقول لهم في هذا الحرم يا رسول الله ان شاء الله يكون الرساله ديالك وصلت لجميع القناوه جميع القناوه اللي حاضرين اللي كيسالي غادي يشوفوا البرنامج اكيد الجمهور متعطش لهجهوج بمناسبه دخول رمضان قربنا عليه غتسمعونا شي حاجه ديالك ديك يا جاوي وانا بيني وبينك راه كنشوفك حاضرين انا وياك ياك انت في جهه الرجال وانا في جهه النساء كنطلعوا على بعضياتنا شي مرات كنتلاقاو ما كنتشاوفوا من البعد هكذا مناسبه ليك باش خاي جواد يتعرف عليا اكثر ربما هو دابا كيعرفني في بروكسل ولكن ما كيعرفنيش كنعس في القنبري اكزاكتومون البارح كان في الاستوديو راه البارح في الاستوديو كنت كنسجل دابا خرج واحد الالبوم ديالي لايف في الاغاني جداد وكنت كنسجل واحد لابارتي ديال التقناوي سبحان الله والله ودرنا واحد لاباس في هذاك في البلاصه ديال الهجوج على اون اتوندون لا غونجور شكون اللي كان صلاح صلاح الماجيك هو اللي هذاك ودار واحد اللعيبات قلت له بلاتي هذوك وبقات هكا والله ما عارف كانك واش قلت لك يعني انت عرفتي شي حاجه معرفه خير معرفه خير ان شاء الله من اللي عرفتك دابا راه دوز معايا ان شاء الله دابا من لهنا ياك إله الله
الله يا مولانا ليلى إنا الله حبيب ربي داوينا ليلى إنا الله الله يا مولانا ليلى إنا الله حبيب ربي داوينا بسم الله باش بديت وعلى نبينا صليت عندي يا خوتا في البيت وعمام رسول الله بسم الله مبدودة من عند الرحماني عند ربي مقبولة ترفع في الميزاني لا الله الله يا مولانا لا إله إلا الله ربي داوينا نبدأ باسم المول الرباح ياك هو الغالي سماح من فضلك كان ارتاح سيدي ما ينساني يا ليلى الله يا ربي يا مولاي يا ربي داوينا يا ليلى يا الله والله يا ربي يا مولاي ليلى يا الله حبيب ربي داوينا يا الله يا مولانا من تازا وانا انتال وعلى درس يا هادي قالوا لي في وزان مولاي التهامي إنا الله الله يا مولانا إنا الله ربي داوينا ولله يا واد سبوق يا خيار الوداني قطعني نمشي نزور مولاي التهامي يا الله يا مولانا لا اله الا الله حبيب ربي داوينا وسيدي عطا وانا رضيت ربي عطا وانا رضيت سيدي عطا وانا رضيت راضي بالقسم يا لا الله الله يا مولانا محمد يا رسول الله عيط الله تسير عيط الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله واذكر الله واذكر الله محمد يا رسول الله محمد يا رسول الله لا إله إلا الله لا إله يا لا إله يا لا إله رسول الله تبارك الله عليك سيدي هشام فوجتي علينا ياك ايوا البركه قبل علينا راس واحد باقي لا لا الله يحفظك الله يجزيك بخير سيدي جواد واش كاين شي حفلات هذا الصيف غنبقاو نتبعوك عاوتاني مدينه مدينه كذا الدوار وان شاء الله ما حيتنا العائله ما حيت جواد هو يدور حنا ندور لا ان شاء الله كاين مهرجانات ان شاء الله هذا العام موجود الخير الحمد لله هذه واحد صراحه الله كانت واحد التجربه زوينه العام اللي فات طبعا وصراحه الله يعني حنا كنشوفوا هنايا كنطلعوا في مهرجانات هنايا حفلات بالحق ماشي بحال في المغرب المغرب واحد الحلاوه بحال الا دوزتي عام شتي شي عائلتك وكتطلع تشوفهم كتقدر تقدر تبكي دابا واحد لا شالور واحد هذاك زعما هاد القضيه نفس الاحساس طبعا وحده زعما يعيش يعيشها اللي يجربها عاد يعيشها لا اله الا الله بحال اللي قال اي والله داك الاحساس الواحد حتى يكون فيه كي يطلع المهرجانات في المغرب داك الحماس للجمهور في المغرب في البلاد حاجه اخرى ماشي كنقصوا بالجمهور هنا بالحق بصح هنايا الظروف ما تسحتش ما كتعطيش لهذا الجمهور هذا باش يخرج داكشي اللي عنده لان داكشي محدود ما كاينش اللي كيساعد لا تما كاين يعني اول حاجه الجو الشمس يعني نفسيا نادم مرتاح هنايا كاين الجو شويه يعني ما ايوا اش غادي نقول لك كيف واحد لا من رايي ان هذه بلاد عشنا فيها وخدمنا فيها وكلينا وشربنا فيها كتبقى حتى هي البلاد الثانيه ديالنا ولكن هذيك بلد فحال اللي دخلان دار باك ولا دار يماك
احساس اخر ما كاين نعرفش نعبر عليه، ولكن داخل ضربك جلسه غادي الجلسه بنتي ولا غير اللي حاس بها بحال صافي. ليلى هذا الكلام نقاطعك، هذه القضيه اللي قال خاي جواد هي ما كايناش يعني في اوروبا كامله، حيت انا حضرت بزاف المهرجانات وبزاف ديال القاعات لعبنا فيهم، مثلا فرنسا فرق كبير بين فرنسا وبلجيكا. بلجيكا ما فيهاش الجمهور اللي كيساعد، يعني كتلقاه يعني كيديروا سهره وكتلقى الصاله عامره، ولا كتلقى مثلا هنا بلجيكا ما كاينش هذا الشيء. كاين نقص، واش نقدر نقول لك في الناس ما كيهتموش يعني بالسهرات وبهذا الفن وبالموسيقى اكثر يعني، ولا ما نعرف يعني، ولا نقص في زعما في التنظيم، لان التنظيم مازال ما كاينش يعني. بالنسبه ليا كنشوف شي داك يعني التنظيم الثقافي اكثر، يعني كاين اكثر كوميرسيال اكثر من هو ثقافي. يعني الثقافي كيكون ماشي مرتبط يعني بواحد الدخول، يعني عنده واحد الاجر كيكون مجاني والجميع اللي كيقدر يتساهلوا يحضر فيه، وهذا بحال اللي كيديروا ماروكي اكسبو، هذا كيكون عامر. علاش؟ لانه هو مجاني، لان ماشي كلشي كيتساح انه يخلص واحد تيكي ملي كيجيو فنانه ولا هذاك. اما في فرنسا سافري كيديروا بزاف ديال الحوايج كيكونوا يعني ثقافيين كثار. كتلقى القاعات غير كتعمر يعني عامره، درت فيستيفال بلانير كتلقى عباد الله كاينين المغاربه وديك الشيء. هنايا كاين هذا النقص هذا، يعني تقدر ديرها مثلا نقولوا حنا في باري مثلا دير سهره ديال قناوه مثلا دير لها 10 اورو ولا 20 اورو تلقى الصاله عامره، هنا ديرهم غراتفي ما يجيوش. يعني هنا كاين هذا الشيء انا لاحظته هنا بلجيكا بزاف. واش ان لي زيكيب مفرقين ولا كل واحد كي لا ماشي المشكل لي زيكيب، مشكل ديال الناس، حتى الناس مشكل ديال الناس وكل واحد نمشيو عند فلان وياخر ما نمشيوش لعندو، حيت حنا مع فلان وفلان مع فلان. بحال مثلا الحفلات اللي كنشوفو هذا ايكيب وحده، هذا ايكيب وحده، هذا ايكيب وحده، واحد عنده 50 واحد عنده 100. لا 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 ماشي العام الجاي نفس ديك الوجه عندك، الناس نفس ديك الوجه. هذا يمكن لما كنظنش انا القضيه الريزو ديالهم، وكاين الريزو لا ما كنظنش انا القضيه، كنظن المشكل كاين يعني في الناس اللي قلت لك ما كيهتموش. الناس ما عندهمش ديك، ماشي بحال مثلا نقولوا نقدروا نديروا مثلا سهره في لاكن مثلا في شي منطقه اللي فيها غير الناس يعني ابار المغاربه، كتلقاها عامره بنصارى وعامره كيجيو مثلا غير اللي درنا حنا في اللي درنا في بوكستال في لاكن، داروها نظموها في يعني في لاكومين ديال لاكن تنظمات. يعني اش غادي نقول لك، يعني حنا كنا دايرين مع السبعه الدخله، يعني كدير مع السبعه الثمانيه التسعه عاد تعمر الصاله، والله الا السبعه كومبلي ما كاينش فين تجلس. واللي حاضرين شكون اللي حاضر؟ الاغلبيه ديالهم ما كاينش مغاربه، يعني اغلبيه كتلقى دي زافريكان جاوا، بزاف ديال النصارى جاوا، والله الا جاوا الناس من ليج، من جاوا الناس من مونس، جاوا الناس يعني باقي تصور باقي لي فيديو باقي كلشي ديال زعما ديال ديك السهره حضروا هكا الناس يعني، وحضروا حتى المغاربه ماشي ما حضروش مغاربه، ولكن اللي كانت عامره الدنيا الاغلبيه ماشي مغاربه. يعني قلت لك مشكل ماشي في مشكل ما كان يمكن في المونتاليتي في العقليه ديال الناس، عقليه ديال الناس شويه ما باقي ما كيهتموش يعني ما كتلقاهمش يعني كيحضروا في سهرات. وانا براسي ما كيشجعوش الفنان المغربي اللي تشبت بالطوره كان عندهم اولويات واحده اخرى اللي كتمنعهم انه يعني دابا تلقى مثلا بزاف ديال السهرات حضرت لهم انا هنا مثلا نقولوا لي زافريكان كي كنقولوا حنا يعني افريقيا حنا منا، يعني مثلا اومو سانغاري ولا يوسوندو كتحيي الحفلات ديال لي زافريكان هنايا في بلجيكا. كنمشي نحضر لهم تحضر لهم كنحضر لهم مع النصارى يعني اصدقاء ديالي كيعرضوا عليا وداك الشيء، وكنمشي كنحضر فيهم ما كنبقاش يعني مغاربه. علاش؟ شنو هو السبب؟ يعني باش كنقول لك يعني مغاربه يعني هنا في بلجيكا ما كيهتموش، او مثلا شي سهره ديال شي تركي ولا شي سهره ديال شي واحد يعني غير المغاربه ما كتلقاش مغاربه كيجيو بزاف. هاد المشكله دي يعني المغاربه ما كي تقدر سهره ديال الداوديه يمكن هذا كلشي يمشي، ولكن شي سهره يعني بحال هكا باقي كاين نقص عندنا في هذا الشيء هذا. سيدي جواد لا كريمة نزيد نسول على بركة لا طبعا الحال شغل تحضيرات رمضان شنو كتوجد في رمضان؟ انا بغينا نعرفوا جواد شاكر قرب رمضان شنو هما التوجيهات ديالو من غير البلغه والجليبه وداك الشيء. كنوجد كنخلي تليفوني ديما مشارجي باش يعيطوا للناس يعرضوني نجي ناكل عندهم. انت ما تعرضتش؟ نعرض
انا كنخليهم شارجين نعرض ونتعرض صافي. لا عليك تبارك الله عليك، ما كنتيش منتظر هاد الجوا باش. لا ما كنتش منتظر. انا كنضحك معاك يعني. اي بالعكس الشهر ديال رمضان اول حاجه اللي كان الانسان يوجد ليها وهو اول حاجه يعني علاقته يعني هو كشهر رمضان علاقته اول حاجه مع نفسه ومع ربي، كيفاش غادي يعني كيفاش غادي ينظم هذا الشهر هذا، لان احسن حاجه ان الانسان يقدر يختم فيها القران بالقراءه ديالو بالصلاه، هاد المسائل هادو يعني هذا هو الاصل. 11 شهر وحنايا انسان خدام وملهيف ملايين الدنيا، طبعا هو اول عام كله ديال العباده ولكن كتكون خفيفه. شهر رمضان كيكون مميز مميز وفي الاجر اكثر، ونحاولوا ان الانسان يعني يعمل قد ما استطاع يعني من ناحيه. وعندك يعني حفلات في رمضان؟ عندي جوج، واحده هنا في بلجيكا وواحده في طنجه، دينيين في الستيل ديال دينيه عصريه، دينيه عصريه بحال تراثي وستيل بحال مهرزين هاد المسائل الغربيين بهاد الستيل هذا. ان شاء الله تسمع الجمهور ديالك شي اغنيه اخرى باش يتمتع دائما معك. ما شتش بالي شي حاجه، ما نديرو شي شنو بغيت شنو تقترح لنا كريم؟ لا تقول لي المغني غني او لا سيدي هشام يا كريم ياك سعيد قال لي قلتي زين خليتها عندك. هيك قلتي شنو الاغنيه اللي ديالك اللي درتي اللي قدر دابا الحرم؟ وحنا نديرو الحرم واخا باش يشوفوا حتى الناس يعرفوا لي فور اللي دار سي هشام وكيفاش بدل ماشي لي فور سافر بها مره والله يعني خرجها من القلم ديالها عملها هشاميه بلا ليله. حنا نديروها حنا نديروها بزرقاء بحال السل ديال وجاده مجدي ماشي بالزنداني زين طنجاوا ونديروها طبعا عتعاونوني ولا لا لا شو ما قدينا الى زلقتي جبد من لك الحرم يا رسول الله لا من يا حبيب الله حرم جيت عندك قصات سيدي يا رسول الله انا في حماك وحرمك يا طه حبيب الله حرم يا رسول الله لا من يا حبيب الله الحرم جيت عندك قصات سيدي يا رسول الله انا في حماك وحرمك يا طه حبيب الله الحرم جيت عندك قصد يا صاحب اشفع المجد خوفي بزلتي نتمرمل يوم لقوف عند الله عار عليك يا محمد عار نصيف عند مولاه الحرم يا رسول قصر سيدي ويا رسول الله
سلم. واحد الفيزيو جديده قالت ما بقاش مع البسنيه هذه فرصه هو كان باش حتى الجمهور اللي يتابع واللي غادي مازال يشوفها في على اليوتيوب وعلى في الفيسبوك يشوف حتى كيف الحرم كتقدر تغنى بزاف ديال الالوان بزاف طرق ديال الطرق وسيشن دار لها اضافه اخرى على تن الحرم دارها بالنسبه للميزان 4 على 4 ماشي 6 على 8 ماشي زنداني لان دارت بزاف ديال التقسيمات ديال الميزان وانت درتيها بواحد السيل اللي يسهل حتى على المجتمع الغير العربي تخرج للعالميه خرجها بالطريقه اللي عملتيها خرجتيها للعالميه ما بقيتيش يعني في المغرب العربي او نشرتيها عند ناس اخرين اللي ما يفهموش يحسوا بداك الشيء يحسوا بها طبعا رجعوا لهشام البلالي واش كاين شي حفلات دابا في المستقبل ان شاء الله هي كاينين كاين بزاف ديال الحفلات منهم هاد الليله اللي قلت لك دابا بالنسبه اللي في 19 ماي اللي غيديرها المعلم ادريس الفلالي وكاين حفلات مع الجروب زغريستار اللي يعني السينجل اللي سمعتوا دابا ديال الحرم مع زوغريستار كاينين حفلات اللي غيكونوا في عيد الموسيقى عندنا واحد في لا ميوزيك الموان جوان غيكون عندنا واحد كونسير وغادي يكون هنا في بلجيكا هنا في بلجيكا غيكون عندنا مع زوغريستار ويكون مع قناوه بلاكويو لانه هما كيديروا التراديسيونيل يعني حق اللعبه التراديسيونيل كنلعبوا فيزيون وكاين واحد الفيستيفال سوا في ماي ان شاء الله غادي يكون فيستيفال ديال نوي افريكان في النواحي ديال مونس وكاين واحد لادات عندنا سان جيل نهار 20 في ماي ان شاء الله حتى هي غتكون مع زوغريستار يعني كاين بزاف ديال الحفلات وفي المغرب ان شاء الله غيكون شي حاجه في وجده في شهر 8 شهر 8 في شهر مدينه 8. وجده ان شاء الله غتعمل طبعا لابيب ديالها في الفيسبوك باش الجاليه اللي ساكنه في المنطقه ديال الشرقيه ديال وجده والسعيديه يجيو يحضروا ان شاء الله يحضروا ولد بلادهم يعني هنايا ولد الجاليه ان شاء الله هادو ما صارت لي كاين ان شاء الله وباقي بزاف ان شاء الله يعني. اي حاجه بغاو يعرفوها ان شاء الله علينا يدخلوا اما الموقع ديال زوغريستار لاباج ولا المعلم هشام بلالي فيسبوك كان له ديما لي بوبليسيتي ديال الحفلات وداكشي اللي كنديروا ان شاء الله نتمنى لكم التوفيق هادشي كيشرف الجاليه ديالنا ياك وهذه حاجه اللي مهمه اللي كاينين هو الاجتهاد هادشي اللي كنشوف انا في هادشي ومهم الاجتهاد كيقولوا الحميه كتغلب السبع شي مثلا كيجبر واحد تبارك الله عليه عنده واحد القيمه كبيره فنيه الحق كسول ما مستحيل يوصل لشي حاجه طبعا كيعطي الفرصه للمتوسط يدوز ولكن ما ينقدوش الا هو كسول لا جناح عليه الكسل حاجه واحد مثلا واخا كيكون عنده شي حاجه ديالو بالحق هذيك البركه ديالو مستحيل تكون واخا عندك داك الانسان اللي عنده قيمه اكثر يقدر يدير احسن ما يقدرش يدير بحاله بصح مستحيل احسن ولا بحال كل واحد عنده جمهور ديالو كل واحد عنده واحد الجماليه كاينه غير عنده ما كاينش عند الاخر سبحان الله هذه لان الفن ما معتمدش غير على الصوت فحسب معتمد على الصوت على الكاريزما على الاجتهاد على الطريقه ديال التعامل على انت والحضور ديالك على بزاف ديال العوامل ما بقاش داك لان قبل كان الفنان كنسمعوه في الديك ولا في هذاك ما كتشوفوش يعني كتقيم الصوت لا اقل لا اكثر دابا ممكن كاين فنان اللي تسمعوا صوت وملي حضر حداك ما يعجبكش تفضل انك تفاجئ كتفضل انك تبقى تسمعوا وما تشوفوش لا ما تشوفوش واحد مثلا تسمعوا يجيك بسيط حق ملي تشوفوا يخلق لك واحد لينيرجي واحد البهجه اللي انت في حاجه كتنشط معاه وهذا الشيء اللي كنلاحظوه بزاف ديال الفنانين اللي دابا خلقوا واخا كصوت يعني متواضع وهما كيعترفوا بها بالحق كانيرجي يعني كينوض واحد النشاط يعني اللي اخر ما يقدرش يديرها بصوتهم يعني هذه هي الحلاوه انا اللي كنشوف وكنحترم اي فنان كيف ما بغى يكون وكنطلبوا غير يكون غير يدير شي حاجه عوض ما يضيع الوقت انه هو ينتقد النقد اللي ما عرفت حتى شي واحد يعني يخسروا غير نفسه معي واحد الحاجه الا كان ناعس وشاف شي واحد خدم خليه ناعس بلا ما ينوض يا ربي باش يعطي النقد
ويطعم ويرجع ينعس. هو خليه ينعس حسن. يقولوا نوم الظالم عبادة. عبادة. الله يخليك، خليك ناعس بلا ما تنوض غير باش تطعن في المجتهد وترجع تنعس. لا أنا بالنسبة لي، لا أنا بالنسبة لي مزيان ينوض يطعم، لأنه كيسبب أول حاجة كينفع ذاك المجتهد، كينفعه بالشهرة وكينفعه تغدى يوم القيامة أنه يقتص منه يدي ما يعطيه شوية ديال الأجر، يعطيه شوية ديال الأجر يخفف عليه دوله. طبعا نرجعوا للشاب اللي معنا. طبعا هو سكوتي وخجول من سعيد. سعيد شاب صغير من سكان مولمبيك. طبعا ما غنقول لكش إمتى بديتي قبل ما يخلق، هو كان كيسمع في وسط الليلات وداكشي. غنسولك غير واحد سؤال على الشباب اللي في مولمبيك معاك في لا جينيراسيون ديالك، واش كاين شي تاثير كبير من ناحيه ديال التراث وبصفه عامه ماشي غير القناوي، بالتراث والفن؟ هذا كاين واحد التاثير، واحد التاثير كبير لي جون ديال لي جون اللي خلقين هنا، كيعجبهم لا كلتشر ديالنا، وبحال بشكل شي غير بحال الدقماك شي بحال القناوي عيساوا ايزام بيان ايز ابريسي. الوغ كاين واحد التواصل بيناتهم ما شاء الله. كاين لي جون بزاف كيديروا الموسيقى الدقه وعيساوا. سي دي جون كي سون ني ا بروكسيل ان بلجيك. سي تري بيان. وفين ملي كيكونوا متاثرين كيشوفوكم طبعا كتعملوا هذا الفن هذا، ولكن كيبان الاحتكاك معاكم انتم، كيبداو بكم انتم الصغار وبعد كيدخلوا عند المعلميه. كيف ما بدا اي واحد هذاك تكون ديما كيعجبك شي واحد في شي دومين شي حاجه، اما في موسيقى ولا شي حاجه، كتكون معجب بشي حاجه كتاثر بها وكتدخل فيها. وكاين مجموعه كبيره اللي تابعه هذا التراث هذا. كاين واحد النسبه في المغرب. واش غير في مولمبيك ولا خارج؟ كاين بارتو اللي كيعجبو هاد الموسيقى هادي كيتجه فيه. نقدروا نعرفوا ناخذوا فكره، حتى انا ما كنعرفوا غير مره شي وليد جا معاكم، شي لاخر صغير جا معاكم، ولكن الطريقه مازال ما وصلت لنا وصلت للجمهور. كيفاش هي الطريقه للوصول للمعلميه باش كياخذوا الصنعه كيدخلوهم معاكم؟ واش كاين شي محل اللي كتعلموا فيه كتدربوا فيه؟ هو كل واحد سبحان الله كيفاش جا. بحال دابا كاين دابا حاليا يعني الناس كيبداو يقلبوا فين يمشي، وانا بالنسبه لبزاف ديال الناس كيجيو لعندي شباب كيعيطوا لي ماشي غير من بروكسل، خارج بروكسل. واحد النيس عادي واحد شهرين ثلاث شهور عيط لي من واحد ديال ماشي في بروكسل خارج بروكسل، عيط لي وقال لي مسكين زعما راه بغيت ندير قناوه وديك الشيء، شفت لاباج ديالك فيسبوك وديك الشيء، راه عندي امو بغيت ندير شي قناوه وديك الشيء. قلت ليه زعما حنا جروب بالحق ما كيتعلموش معنا الدراري، يعني كاين واحد الوصفه تقدر تمشي تتعلم هي الميتكس، المعلم ادريس اللي كنا قبيله اللي غايدير لينا. توجه تقرب الميكرو باش المشاهدين، حيت كاين بعض الشباب بزاف متاثرين بالتراث وما كيعرفوش فين يمشيو. طبعا اللي قرابين ليكم وجيرانكم في مولمبيك راه قرابين كيعرفوا، واللي بعادين راه الناس كاين شباب محبين هذا التراث هذا ما غايمشيوش عند جواد، لان ما غايعطيهم والو في التراث القناوي من هو مستبيع بحال حالو. محبين هذا التراث نقول لهم مثلا سيروا عند هشام حتى جودنا. ولكن الاتجاه الصحيح شنو هو؟ الاتجاه الصحيح هو حاليا دابا حاليا كاين ميتكس قناوه ميتكس هي في واحد لايزبيل كبيره، واحد الجمعيه هي ديال الموسيقى ديال لي فانفار كيتو داكشي ديال لي ساكسوفون وبير وداكشي، ولكن هما من قبل كيديروا تاكناويت كي ميلونجيو تاكناويت معاهم. كاين بزاف ديال ياك ديال سميتو كاين رومورك، كاين ماروكان براس كاين رومورك. هادشي في بروكسل. هادشي في بروكسل دابا عندي واحد الجمعيه ديال هادشي هذا راه كيلعب فيها حتى بزاف ديال البروجي. ولكن باش يمشيو لي لا شي حنا جديد علينا بخبرك، حنا هادشي انا كنسمعوا انا بيدي بصراحه. لي ديتاي هادو الصغارين راه ما عندناش، انا راني قريبه لهذا العالم هذا، ولكن راه ما عنديش. واخا هاد ميتكس ايزبيل ميتكس اوكي
هل ولد سمع ايزبيل ميتكس؟ الجمهور دابا الشباب اللي كيسمع فين غادي يجبر هذا ايزبيل ميتكس؟ هادي يقدر يدخل فيسبوك يدير ميتكس، يقدر يدير المعلم دريس ميتكس، غادي يطلع عليه في فيسبوك معلم دريس ميتكس في فيسبوك فوالا يتصل به، لانه هو اللي عنده كيدير 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 كيدرب الدراري كل الاربع شاك كيدير لي كوغ ديال 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 غناوه دو غناوه كل الاربع كيديرهم في ميتكس في لاكارد ميدي، يقدر يعطيهم لادريس يعطيهم كل شيء. انا نيت كي قلت لك يجيو عندي ناس كنصيفطهم لهنا لهاد عند المعلم دريس، لانه هو اللي عنده الدراري الصغار اللي يعني ما كيعرفوا والو في تقناويات كيبغيو يتعلموا كيمشيو لتما كيتعلموا قرقبه. تحيه كبيره للمعلم دريس على هذا العام الرائع اللي كيعملوا مع الشباب. كيديروا يعني كيتعلموا قرقبه، كيتعلموا الجيمبري، كيتعلموا الطبل، يتعلموا الطقوس الجناويه، الطقوس الجناويه، كيتعلموا كل شيء. هذيك هي المدرسه دابا اللي حاليا كاينه، وهذيك مدرسه نورمالمون كدير هي كتفورماتي غير الدراري اللي كيخدموا مع ميتكس، لانهم عندهم دي بروجي. هذيك الجمعيه عندها دي بروجي، كي قلنا دابا رومارك انا براسي دزت فيها لعبت فيها يعني مده، فجيت لهنا لبلجيكا لقيت هذاك مسيو لوك عنده هاد الجمعيه كي كي ميكس كيدير الفيزيو مع كاع التراث المغربي. عرفتي انا هذا الشيء اللي كتهضر عليه انا كنت فكرت فيه مده، لان كنت درت بعض الاغاني قدام ستيل فيزيو وكنت كنقلب ما كاينش يعني واحد حلقه دابا. لا لا بصح والله ما كاين نقص في الكوميونيكاسيون، ان ما كنعرفوش واش كاين شي حاجه. انا من هذه المعلومات اول ناس غادي يجيبوا بهم الخبر هو فحال الشكل ديال جواد، الشكل ديال الكتاب اللي كان الا كان اقرب الناس في الدومين، يعني مثلا حنا كنتلاقاو في يعني في الحفلات ما نعرفوش ما بالك الناس، ما بالك واحد بصح علاش ما كيعرفوش الناس بطبيعه الحال ما كاينش واحد، لان كان عندي هذا البروجي بحال هكذا فيزيون قناوه وعساوه باغاني قدام ديالنا عنديروهم يعني كان، وعندي دي بروجي بحال هكذا بحق ما ملاقيش مع من غادي نديرهم، لان يعني كتقول يعني تاسس حاجه من الاول صعيب ما عارفش انا يعني هاد المسائل هادو كاينين واش كاين وكاين اكثر. علاش؟ لان حنا اصلا والبارح جات لعندي واحد السيده اللي هي ديما كنذكروها عندها الدكتوراه وكدير البحث في قناوه ديال بروكسل دابا تقريبا دي عامين وكدير البحث ولا اكثر بلجيكيه الين معروفه، وهضرنا غير البارح على مدرسه ديال قناوه اللي غادي نديروا هنا يعني دايره تقريبا عامين، وحنا كنهضروا على المدرسه ديال قناوه اللي حقاش ما كايناش مدرسه قناوه ولا في بروكسل ولا في بلجيكا ولا في اوروبا، وبغينا ان شاء الله نديروها في ارض الواقع. يعني هاد البروجي كنفكروا فيه في المستقبل يكون لحقاش هاد ميتكس هي في هاد الوقت راه كتعاون الناس اللي بغاو يتعلموا تقنيوت، ولكن هي مديوره اساسا على انها كتفورماتي الدراري اللي كيخدموا لي بروجي ديال ميتكس. مي حنا ان شاء الله بغينا نديروا واحد المدرسه اللي غادي يكونوا فيها قناوه بروكسل كيعطيو دروس تقنويه وكيعطيو دروس ماشي غير يعني باش يتعلموا الناس يعزفوا تقناويت، ولكن باش يعرفوا حتى شنو هي تقناويت، لا الالوان ديالها وعلاش جات ولا كيفاش جات وشنو هما المعلمين وشنو هما يعني كي الافراد ديال تقناويت كاملين من المعلم من الصغير حتى الكبير يعرفوا كاع كل شيء. من وحنا دايرين ان شاء الله غتكون ماشي غير المغاربه، تكون يعني عامه لاي واحد. علاش؟ انك لقاو تا يقبل في بلاجكا واجانب بزاف ديال الناس اللي كيحبوا اللي كيبغيو تقنوا. نرجعوا للشاب ديالنا محمد سعيد. شنو كتشوف راسك في المستقبل في التقناويت؟ واش كتمكن تشوف راسك معلم في الفيتور؟ بالنسبه لي ما كاش واش متمكن انك تكون معلم؟ ما عنديش في راسي نكون معلم، عندي افكار اخرين ماشي في التقناوت، ما خارج التقناوت. واش تقدر عندك افكار خارج التقناوت؟ واش في هذا الوقت اللي غتوصل داك الهدف ديالك اللي خارج التقناوت واش يمكن لك تخلى على التقناوت؟ ما نتخلاش على التقناوت، التقناوت قديمة التقناوت مربي فيها كبرت فيها، مي كنجم لي فيزيون اللي كاين دابا و لي ميلونج اللي كاين مع بي بارلي اون فرونسي اتوني حنا غير البرنامج بالعربيه وصافي ماش كنخليوها. الفيزيون كي مانو جيم ترو جيمري بيان ميلونجي اوت شوز سا مانتيريس ترو باسكو كاين بزاف د الحاجات مي دار معاها تاكناويت بحال اللي كنخدم مع المعلم هشام دابا لو كروب دابا زيكري ستار عندهم واحد
عندهم واحد الفيزيون ما كاينش باقي ما كاينش فشي بلاصه اخرى. الوغ كيعجبني داكشي تما كي حتى تكلمت فيها بزاف ما تعطي صغير بنادم يعرف يبحث فيها يبحث فيها هو بحار بحار شلا ما تشوف فيه. بصراحه كان موضوع شيق ياك استاذ المخرج موضوع شيق وتبارك الله معنا جوج فنانه مختلف الالوان يعني الاغنيه العصريه والطربيه طبعا وفن التراث القناوي يعني كانت جلسه غنيه معنا الشاب تبارك الله ما شاء الله ولد كبير وترعرع اصلا نقول تقناويت هي بحال خاك الكبير ياك خلقتي لقيتي خاك هو اللي كيقيدك هي تقناويت ما شاء الله. ما سخيناش غنخليك تقول كلمه للجمهور ديالك. ايه تفضل. ايوا كلمه كنشكر كاع الناس اللي كيتبعوا الفن القناوي والفن العساوي والفن الدقه المراكشيه كاع الفنون المغربيه كنشكرهم بزاف وكنقول لهم خصكم تدعموا هذا الفن وهذا التراث لان منه نقدروا نديروا بزاف د الحوايج. اول حاجه كيقول المثل علموا ابنائكم الفنون وسدوا السجون يعني هذه حاجه كبيره خصنا ناخذوها وفين ما كنا سواء جينا لبلجيكا ولا مشينا لاي بلاصه خصنا نبقاو نحافظوا على التراث ديالنا نحافظوا على الطقوس ديالنا والعادات والتقاليد وحتى شي حاجه ما عيب في هذا الشيء يعني شعبان راه شعبانه معروفه كنديروها كي قلتي عليها جبدنا الموضوع ديال اليوم كنهضرنا على شعبانه كنديروها في ديورنا وحتى اللي ما كيديرهاش في دارو كيمشي عند جارو كيكون دايرا جارو كيمشي يشوفها يعني ما كناش كنديروها بزاف في الدار ديالنا يعني وكنت كنمشي للجيران كنلقى ندخل واحد الدار لقى الملحون ندخل واحد الدار لقى الجلاليات كنقول لهم حنا الجلاليات بعد المدن اخرى في المغرب كيقول لها الهواريات ولا داك الشيء وكنا كنلقاو بزاف ديال الانماط يعني ديال هذا الشيء ديالنا ديال المغرب وتكبرنا في هذا الشيء وترعرعنا فيه وحنا متشبتين به. الله يكمل بالخير دائما ان شاء الله. الله يكمل بالخير. شكرا لكم بزاف خويا ما نقولكش استاذ باش ما تقول لي شي استاذ لماط خويا جواد الله يطول عمرك. حنا عندنا واحد الرساله ونتمنى اي فنان يكون كيخدم على ذاك الرساله. هذه واحد الحاجه انا سمعتها من واحد المغربي ديالنا راه معروف هو جمال دبوز قال واحد الكلمه وعجبتني قال لي ملي بغيتي تخدم تحيه كبيره بعد الجمال الكبير جمال بوز وفعلا عنده الحق فيها ملي زدت سمعت فيها ملي تخدم واحد الحاجه ما تخدمش باش تشهر ولا ما تخدمش باش تعجب الناس خدم باش تقنع راسك ودير شي حاجه زوينه واجتهد وما تنتظرش واحد لو غوتور ماشي كتخدم باش تعمل واحد الحاجه وتقول خسارة ما دارت والو لا دير وما عندك غرض وكن مأكد أن داك الحب اللي كتعطيه للناس غادي يرجع واحد الوقت وداك الشيء كيجي هذاك ديال الله سبحانه والتراث اللي هضرتي عليه مهم بزاف. أي واحد يعني واخا الفنانة كاع هادو دابا اللي كيغنيو الطرب ولا هذاك كلهم ملي كيجيو يجلسوا ولا كيجيو يتغداو ولا كيكون شي مناسبة دينية أولا وطنية أولا هذاك ضروري كيدوزوا المسائل التراثيه طبعا واخا هذاك احيدوس ولا هذاك مايسترو ديال ما عرفتش واش باقي سمعت انه وقيله كان توفى مسكين يعني شوف واحد يعني واحد البساطه هذيك ضروري خص هذاك هو الاصل ديالنا الطرب ولا هذاك يجي كله من بعد. بالحق انا من ذاك النوع ديال المغرب ضروري خص تكون عندنا كلباس وكهضره ديالنا وكلهجه ديالنا. ما كيعجبنيش ان المغاربه ديالنا ملي كيمشيو لبلدان اخرى كيحاولوا يقلدوهم عربي كيعملوا ديك المشيه ديال الغراب ما هو عمل حمامه ما هو هذا يعني عنده كل شيء مخلط. كيعجبني على داك الشيء كنشوف بعض البرامج يعني اللبنانيه ملي كيهضر مغربي ولا جزائري كيعملوا سوتيتراج كانه هو شينوي كيهضر كيبقى في الحال هذا نتيجه الفنانه ديالنا ملي كيمشيو لعندهم كيغيروا اللهجه ديالهم ما خصهاش تكون هكذا هضر باللهجه ديالك كيف ما حنا كنفهموهم وكنحاولوا هذيك لان المغاربه الحمد لله مفتوحين على كل الثقافات العربيه والعالميه فمن بحال نقولوا من الادب عند الاخرين حتى هما يعملوا مجهود ويفهموا لهجتنا لان الحمد لله لهجتنا حتى هي قريبا للعربيه ما كنظنش زعما ما كنهضروا يعني قريبا كنهضر على العربيه الفصحى قريبه ماشي بعيده قريبه بزاف قريبة. يعني
يعني خصنا حتى حنايا كفنانين نوصلوا كثقافه اخر. دابا خصنا حلقه اخرى ياك على هذا حديث كبير وهي غادي نلخصوا في جمله واحده ان احنا ساكنين في اوروبا وكنحترموا العادات والتقاليد والقوانين الاوروبيه وما نساوش الاصل البلد الام ديما كنقولها الام مغاربة. الكارت ناسيونال ديالنا ماشي هي اللي في البورتفوي ولكن بالمعاملة ديالنا هي اللي كتبيننا شكون حنا. هادير قالها الحسن الثاني الله يرحمه خلو مران المغربي واخا دير اللي درتي مستحيل تغيره واخا دي جينيراسيون جينا باسكو سي دون لي جين وفي لا كولتور وداكشي كيكبر معنا ندمجوا مع اي ثقافه طبعا الحق ما عمرنا نسوي طبعا تبارك الله عليكم وما سخيناش بكم. كلمه غتقولها للشباب كلمه هي شتي ما يتخلوش على التراث ديالنا وعلى لا كولتور ديالنا واخا تقول لهم اون فرونسي تي مويا باب عربي احسن من الموسيقى واخا ما يتخلوش على التراث ديالنا وعلى الموسيقى ديالنا وعلى لا كولتور ديالنا وهذا احسن دليل هو شاب وهضر بالعربيه انه ما متخليش على اول حاجه ان شاء الله ان شاء الله كلشي مزيان كلشي مزيان ما سخيناش بكم وجينا على نهايه البرنامج ما بقى لي نقول للمشاهدين غير تراقبونا دائما يوم كل يوم الثلاثاء خميس ابتداء من الساعه 10 ديال الصباح كما العاده ونهاركم مبروك وتبارك الله عليكم.